موجز للأخبار، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بداية وفي آخر التطورات الميدانية بغزة، واصلت قوات الاحتلال الصهيوني غارتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من القطاع. استهدفت خلالها 3 مساجد بمنطقة الحكر بدير البلح، كما أطلقت مروحيات الاحتلال نيران رشاشاتها على عدة منازل شرقي خان يونس، بينما تجدد القصف المدفعي شرقي البريج ومخيم النصيرات موقعا عددا من الشهداء والجرحى. كما ارتقى أمس أكثر من 25 شهيدا وأصيب العشرات إثر قصف الاحتلال الصهيوني لمنازل المواطنين في مخيمي النصيرات والمغازي ومنطقة زويدة وسط قطاع غزة. وبالتزامن مع ذلك، وصلت قوات الاحتلال الصهيوني توغلاتها في عدة مدن بالضفة الغربية، حيث أطلقت قنابل دخانية بكثافة على منازل الفلسطينيين في مخيم نور شمس، وشنت حملة اعتقالات كبيرة للمدنيين. كما حاصرت مستشفيين في مدينة طول كرم بعد اقتحامها من محورها الغربي. وموازاة مع فصل الشتاء، تزداد معاناة اللاجئين الفلسطينيين داخل مخيمات النزوح، وتتضاعف معها معاناة المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، وهم يفتقرون إلى أدنى مقومات الحياة. كاميرا التلفزيون الجزائري نقلت معاناة العائلات الفلسطينية النازحة داخل المخيمات. مراسلنا من فلسطين وسام أبو زيد. مع أجواء البرد والشتاء، سنعيش معكم اليوم مع عائلة فلسطينية لا يقل أفرادها عن 100 شخص من كل أفراد العائلة، كيف يعيشون طقوس النزوح التي فرضت عليهم خلال أيام العدوان؟ والله صعب، والله صعب جدا إجابة الطحين. والله المرة هذيك طلعوا في الليل عشان يجيبوا الطحين، والله وزي ما طلعوا رجعوا ما جابوا الطحين ولا جابوا حاجة، والله تمينا بالجوع وما أكلنا ولا شربنا، وعندنا هان بنت معاقه هي هان، والله يا ويلي بتمها تصيح من الجوع ومن العطش ومن قله الميه ومن النوم على الخيمه على الارض، ما بتقدرش وبتمها سقعانه وبتمها تصرخ. نعم، هذا احد افراد الاسره، يعني لديه هذه الطفله التي لديها احد الامراض النفسيه منذ الولاده، لا يتوفر الدواء وهناك معاناة، ولا بد أن يكون لها طعام وتنام أيضا كما علمنا على الأرض، وذلك نظرا لعدم وجود الأفرشة والأغطية. عند الطفلة هذه زي ما أنت شايف بجيب لها بنبض، والله ماني قادر أوفر لها البنبض، والله ماني قادر أوفر لها الأكل في ظل الحياة اللي احنا عايشينها صعبة جدا، وأنا ساكن في خيمة هان، والله الأكل فراش ما هو موجود عندي، يعني بعاني معاناة شديدة، لما بدي أروح أجيب لهم ماي بعاني، لما بدي أجيب طحين والله ماني قادر أجيب طحين، يعني بعاني معاناة شديدة من العلاج تبعها، لما بدي أوفر العيادة ما لقيتوش في الصحة. في عنا هنا ناس معاقين، في عنا ناس مرضى، في عنا عجز، في عنا أطفال، طبعا البرد القارس، احنا في موسم يعني شتاء، في قلة من الملابس، من أداة الحياة الرسمية الرئيسية في الحياة، يعني هذه قمة من المعاناة. يعني أنا مرة مقعدة ومريضة عايشة على العلاج، ولا عندي حصير ولا عندي فرش مليحة، وبنام على الأرض وبمرض، هينا أنا عايشة هاي العلاج، لما باخذ الشاذي بقى أسوف وبغمى، والوضع صعب كثير، وأنا عندي عيال هيك أولاد ابني، أنا وجوزي لحالنا بس أولاد ابني عنا هيك زي ما أنت شايف على الرمل. فلا شك أننا سنغادر هذه العائلة الفلسطينية التي أتت من الشمال، ولكن سنترك خلفنا الكثير من المآسي والأحزان التي لم نتمكن من تسليط الضوء عليها، ولكن ربما سنسلط عليها في عائلة أخرى وعند عائلة أخرى، وهكذا هو الحال عند كل النازحين الفلسطينيين. لكل عائلة قصة معاناة يرويها عبر شاشة التلفزيون الجزائري. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين.
هي إذن صور تترجم حجم معاناة أهلنا في غزة. في الرياضة، وتحسبا لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2023 بكوت ديفوار، ينشط مدرب المنتخب الوطني جمال بالماضي ندوة صحفية صباح اليوم بملعب نيلسون مانديلا ببراق بالعاصمة، يتطرق فيها لقائمة اللاعبين المشاركين في هذه المنافسة القارية، وأيضا للحديث عن مجريات التربص التحضيري الذي سيجرى بالعاصمة الطوغولية لومي بداية من يوم غد. هذا واستدعى الناخب الوطني 26 لاعبا من بينهم 4 لاعبين من البطولة المحلية. قراءة في القائمة مع بلال بوزيدي. قبل أقل من 24 ساعة عن الانطلاق الرسمي لتربص المنتخب الوطني استعدادا لكأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، كشف الناخب الوطني عن القائمة النهائية المعنية بهذا العرس الإفريقي والتي ضمت 26 لاعبا. القائمة عرفت استدعاء 3 حراس وهم موندريان، بولحي وبنبوط. أما المدافعون فوجه الناخب الوطني الدعوة لكل من عطال، جيتون، أيت نوري، العروسي، موندي توغاي، بالعيد، و7 لاعبين ينشطون في وسط الميدان في صورة نبيل بن طالب، فغولي عوار، شايبي، زروقي بوداوي وبن ناصر. فيما استقر الناخب الوطني على الاستعانة ب7 مهاجمين، محرز والناس، عمو راقويري، بليلي، بونجح وسليماني. واستكمل عقد القائمة مباشرة بعد نهاية مباراة الدربي العاصمي الذي جرت سهرة الجمعة بين الاتحاد والمولودية، وعرفت استدعاء الثلاثي الحارس بنبوط والمدافع بالعيد من اتحاد الجزائر ويوسف بليلي من مولودية الجزائر. وتدخل العناصر الوطنية في تربصها الأخير الذي يسبق منافسة كأس إفريقيا والتي تنطلق يوم 13 جونفي بداية من الفاتح جونفي بإقامة تربص خاص بالطوغو ولعب مواجهتين وديتين أمام كل من الطوغو يوم 5 جونفي والبوراندي يوم 9 من شهر جونفي. ويستهل المنتخب الوطني أولى لقاءاته في الكان يوم 15 جونفي بمواجهة أنغولا على ملعب السلام بمدينة بواكي الإيفوارية. حظ موفق إذن للخضر في هذه المنافسة الإفريقية. ختام الموجز، أعود لألقاكم على رأس الساعة بإذن الله. شكرا لكم والسلام عليكم.